هي الأميرة إنجي التي أحبت علي ابن الجنايني، وأصبحت قصتهما أشهر قصص الحب والغرام في السينما المصرية. هقول لك حاجة بايخة يا علي، بس ما تتضايقش، اوعى تنساني، خلي الوردة دي معاك عشان تفتكرني دايما. هو حد ينسى نفسه إنجي؟ إنها الحسناء مريم فخر الدين التي أهالها جمالها لتصبح واحدة من بين أشهر نجمات السينما المصرية والعربية. فمن خلال فوزها بلقب أجمل وجه في مجلة إيمج الفرنسية، بدأت عيون المخرجين تلتفت إليها، وكان أول ظهور سينمائي لها عام 1951، حيث ظهرت في فيلم ليلة غرام، وتوالت عليها الأفلام السينمائية، وكان يقع اختيار المخرجين عليها لتؤدي دور الفتاة الحالمة أو المظلومة والمقهورة. فملامحها البريئة لعبت دورا طوال فترة الخمسينيات والستينات في طبيعة الأدوار التي تقدمها، حتى نجحت في خلع هذا الثوب عن أدوارها، وبدأت تنوع الشخصيات التي تقدمها في السبعينات. قدمت مجموعة مختلفة من الأدوار، منها دورها الشهير في فيلم الأضواء عام 1972، وقبلت دور الأم في فيلم بئر الحرمان. قومي البسي وانزلي اقعدي معايا في الجنين. لا معلش يا ماما، انزلي انتي. ليه تقعدي انتي لوحدك واقعد انا لوحدي؟ مريم فخر الدين التي رحلت عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، كانت واحدة من أشهر نجمات السينما التي ساهمن في تقديم أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت أكثر من 240 فيلما، أشهرها رد قلبي والقصر الملعون والأيدي الناعمة. ما تتصورش أنا سعيدة قد إيه، لأني بعملي وبعيش بعملي. برافو. على فكرة، خد العشر جنيه دول اديهم لبابا زي العادة. رحلت الجميلة مريم فخر الدين، لكنها تركت لنا ثروة فنية أضافت كثيرا للسينما المصرية.